هل إجابة الدعاء وفضل الدعاء في يوم عرفة يا شيخ صالح خاص للحجاج أم أنه يعم الغير؟ الدعاء يوم عرفة عام للحجاج وغيرهم، لكن الحجاج على وجه أخص لأنهم في مكان فاضل وهم متلبسون بالإحرام وواقفون بعرفة، فهم يعني يتأكد الدعاء في حقهم والفضل في حقهم أكثر من غير الحجاج. وأما بقية الناس الذين لم يحجوا فإنهم يشرع لهم الدعاء والاجتهاد للدعاء في هذا اليوم ليشاركوا إخوانهم الحجاج في هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، فخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالدعاء مشروع في يوم عرفة للحاج ولغيره، لكنه في حق الحاج آكد وأفضل لما هو متلبس به من المناسك ولما هو فيه من المكان العظيم الفاضل. وأما الزمان وفضل الزمان فيشترك فيه الحجاج وغير الحجاج، وأما المكان فيختص به الحجاج وهو الوقت.